فريق النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، وكان حاضر معنا سي حبيب الراجدي، وأيضا التي ضمت نقابة التعليم الثانوي جميع التعليم الثانوي ممثلة في شخص السيد علي الحربي وما شاهدها من آلاف المواطنين. برنامجنا اليوم يتنقل إلى مقر وزارة التعليم العالي لمواكبة الاعتصام المفتوح الذي قامت به الجامعة العامة للتعليم العالي والأساتذة الجامعيين في مقر الوزارة. ونستقبل معنا سي حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا سي حسين. أهلا بك سيدي الكريم وشكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة سي حسين. أجواء عالمية ليلة 14 جانفي تقريبا، المناسبة يعني معبرة وحدها وسامبوليك. دونك انتم شنو هي المطالب نتاعكم؟ وقتاش بديتوا بالاعتصام المفتوح هذا؟ وهل تواصل تعنت وزارة الإشراف ووزير التعليم العالي وماهوش قاعد يسمع في مطالبكم وماهوش قاعد يسمع فيكم؟ دخلنا اليوم الثالث تقريبا من هذا الاعتصام اللي سميناه باعتصام الصمود. هذا الاعتصام يتنزل في إطار ظرفية تتسم باحتداد الأزمة داخل الجامعة التونسية، أزمة التي هي في حقيقة الأمر كل سنة جامعية وهي موجودة، وذلك نظرا للسياسة الخرقاء التي تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أولا مع الهيئات النقابية التابعة للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وثانيا أيضا حتى مع الهيئات البيداغوجية التي لم يكن لها نفس المواقف ونفس التصورات من المقترحات التي تقدمت بها الوزارة. إذن اليوم الثالث من هذا الاعتصام، مطالب الذي تقدم بها الجامعيون من خلال هذا الاعتصام هو أولا إعطاء فرصة أخيرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدون إيقاف الدروس من ناحية، وبدون إيقاف الامتحانات، لأن الطلبة الآن هم بصدد القيام بهذه الامتحانات، وحتى الأساتذة متاعنا هم بصدد مراقبة الامتحانات. نحن نقول نريد عن طريق الحوار والتفاوض أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحل هذه الأزمة، وذلك لا يكون إلا بأمرين اثنين. الأول هو الاستجابة إلى المطالب ليس الجديدة بل حتى المطالب القديمة التي وقع الإمضاء عليها سابقا، والذي آخر ما أمضي عليها من قبل وزير التعليم العالي كان ذلك في اتفاقية مارس 2018، قد تعهد بتمتيع الأساتذة الجامعيين بمجموعة من المنح. الجزء الأكبر من هذه المنح لم يشمل كافة الأساتذة الجامعيين إلى حد يومنا هذا. مثال وحيد على ذلك مثلا بالنسبة لمنحة العودة الجامعية، فإن الوزير تعهد بأن يقع صرف هذه المستحقات بالنسبة للأساتذة الجامعيين في شهر سبتمبر من هذه السنة 2018، ونحن اليوم في الأيام الأولى من شهر جانفي، وإلى حد الآن لم يتمتع كافة الأساتذة الجامعيين بمثل هذه المنحة. مجموعة أخرى أيضا من المنح كلها، وهذا تفصيليا في هذا الاتفاق، لم يقع تمتيع الأساتذة الجامعيين بها. من ناحية ثانية هناك أيضا مجموعة التزامات أخرى وتعهدات قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمثلت أساسا في أنه سيقع فتح مفاوضات خصوصية مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك أيضا مع الأطباء والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، وذلك في إطار الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد المتمثل في أنه من الواجب اليوم أن نمتع هذه النخب والكفاءات الجامعية بزيادات هامة باعتبار الوضعية التي وصل إليها أولا مستوى التأجير الذي أصبح متردي جدا، وقد سبق أن أشرنا إلى أن اليوم التأجير في كافة الجامعات المغربية هو أصبح يكاد يكون ضعف بالنسبة لتأجير الأستاذ التونسي. من ذلك مثلا ما وصل إليه سقف التأجير في الجامعة الموريتانية، بينما بالنسبة لبقية الجامعات المغربية الأخرى الفارق هو بثلاث أضعاف وأكثر بقليل، وذلك منذ السنوات الأخيرة الآن التي يعيشها الجامعيون التونسيون وهم في حيرة من أمرهم، لأن هناك نسبة أيضا من هؤلاء قد غادروا التراب الوطن باتجاه جامعات أجنبية، لأنه لم يعد بالإمكان أن يقع الحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي ومستوى التأجير متداول بمثل هذا الشكل. دونك وقع اتفاق في هذا الشأن، إلا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفض أن يفتح باب التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فيما سبق وأن سميناه بزيادة مجزية بالنسبة للأساتذة الجامعيين. النقطة الثالثة أيضا يتهمنا نحن كجامعة عامة للتعليم العالي والبحث العلمي هو أنه كافة الإصلاحات المبرمجة على مستوى القانون الأساسي
أو على مستوى إصلاحات بعض القطاعات والإجازات، يجب أن تكون إصلاحات منبثقة من تشاركية حقيقية تجمع ما بين الوزارة من ناحية، الهيئات النقابية متاعنا من ناحية ثانية، والهيئات البيداغوجية خاصة القاعدية منها من ناحية ثالثة. هذا الكل ما حصلش. القانون الأساسي تصدر الوزارة بلاغ أول وبلاغ ثاني وبلاغ ثالث، وتتحدث عن قانون أساسي مسقط بصفة فوقية على الأساتذة الجامعيين، وفي نفس الوقت تتراجع عن اتفاقات ممضاة من قبل وزير التعليم العالي والجامعة العامة فيما يتعلق بهذا القانون الأساسي. نحن نرفض رفضا مطلقا أن ندخل في مفاوضات ونمضي على اتفاقات ثم في الأخير لا تقوم الوزارة بتفعيل هذه الاتفاقات الممضاة. بالإضافة إلى ذلك عندنا إصلاحات أخرى بالنسبة إلى الإجازات ومسألة توحيد هذه الإجازات، وكذلك إصلاح المدارس والأقسام التحضيرية، كلها لم يقع طرحها على الأساتذة الجامعيين، ويريد الآن السيد الوزير في إطار عودة إلى الأساليب القديمة المتبعة قبل الثورة في الجامعة التونسية، هو أن يفرض على هذه الهيئات البيداغوجية، أن يفرض على الأساتذة، أن يفرض على النقابة، يفرض لهم إصلاحات فوقية من هذا النوع. إحنا إجابتنا لا قبول بمثل هذه الإصلاحات التي هي فوقية، ونحن نطالبه بأن يعود إلى ما سبق وأن اتفقنا عليه، العودة إلى لجان الإصلاح الثلاثية.